شوفوا الناس واش الصوت مزيان. كنتي فاتحه معنا في التعليق الصوت كتسمعيه مزيان؟ واخا حسن تحدث عاود لنا على الحاله ديال هاد البنيته، شنو كتجيها انت اول حاجه؟ السلام عليكم. هاد البنيته بنت خالتي بنتها هادي زادت في بالعمليه وعندها واحد التقبه في ظهرها صعيبه وراسها فيه الماء. طلعنا للمركب، جا الطبيب قالنا ما عندهاش العلاج ديالها، وانا زعما لا كانت شي حل اللي هو باش هاد البنت باش زعما نشوفو غا من حالها شويه كما ما تبقاش هكا معذبه. امها ما قداش بيها لحقاش، عندها عمليه كبيره باش تقد تكفل بيها، ما عندهاش كي دير تهزها لحقاش فاش كتجي تهزها هكا كتعذب شي شويه. ودابا الامور بغينا نشوفو زعما لا كاين شي محسنين اللي هذا يقدروا يوقفوا مع هاد السيده هادي اللي وجه لها. شحال في العمر ديال الطفله؟ 21 يوم. 21 يوم. بالحاله ديالها متدهوره، السنسور ديالها لا حاله ما صعيبه بزاف. واخا مشيت وديتوها للطبيب يعني تبقى تحت الرعايه الطبيه ولا لا؟ قال لك ما عندها ما يقدروش، ما عندهاش شي حل زعما باش يقدروا يشدوها ويزيدوا معاها. قال لك طلعوها للرباط ولا ديوها. واو. ودابا كيفاش الحاله ديالها؟ زادت تحسنات ولا زادت؟ لا الحاله ديالها ما كتزيد، غتعذب. راسها كيزيد يكبر بالما كيعمر راسها من اللور، وكيضطر تقرا راسها بواحد التقيبات من هنا. يعني الحاله ديالها خصها تمشي للطبيب؟ لا ضروري خصها تمشي للطبيب، شو يبقى مراقبها الطبيب باش لحقاش الامور ديال الدار، باش تبقى في الدار صعيبه بزاف. وبالنسبه للحاله الاجتماعيه ديال امها كيف ديال الوضع ديال امها؟ راك عارف بحالها، ماشي بحالها، وضعيه ديالهم مساكن كاريين وما بحالتهم شي باش يقدوا يمشيو مع هاد البنت، يبقاو غاديين معاها في زعما في المصاريف ديالها ولا هذا، ما يقدوش وصعيب عليهم الجو. زعما بغيناش المحسنين اللي يدخلوا لهاد الامور يشوفوا من محلت هاد البنت، ماشي محلت شي حاجه اخرى، محلت هاد البنيته هادي لوجه الله. Thank you.